راح فين يا ليه ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين يا ده؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي الانسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب يا عم انسي يا عمنا راشد. سيبه يا كابيلو ده معرفه. سيبه يا غول. الحمد لله بالسلامه يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابيلو. كل كل ايوه كل بيتك ومطرحك. حبيبي يا عم الناس. حبيبي والله. هو ايه ده؟ يا لن يدين. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص. وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتونه. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه، ما تشوفلي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بتاكل يا دينا؟ شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر؟ وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد. اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي.